يا استاذ عمر اسمها ايه؟ سلاتونه. ايه يابا؟ سلاتونه بالباستا. سلاتونه بالباستا؟ والله عاجبني الاسم، انت اللي عاجبني ما شاء الله عليك. قول لي بقى، انا شايف هنا انك انت عبقري قوي في الكوره وبتلعب كوره، ايه الحكايه بقى؟ هوايتك الكوره؟ تحب الكوره؟ ليه؟ يعني عشان نادي معين؟ عشان الاهلي. عشان الاهلي؟ تحب نادي الاهلي؟ قوي. ايه؟ قوي. قوي، وهو بيحبك كمان، يا سلام. طب قول لي بتحبي مين من اللعيبه؟ مين نفسك تبقى يعني زيه؟ زي يعني فرقه، بس ده اللي انا نفسي ابقى زيه في فرقه تانية. تانية. مين؟ نيمار. 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 صح كده؟ برافو عليك. طب قول لي انت بتخش المطبخ ولا لا؟ مع ماما. يعني بقى بس بخش ساعات بساعدها في الاكل. بتبوظ الدنيا ولا بتعمل حاجه؟ لا بعمل حلو. بعمل حلو. بتعمل حلو؟ برافو عليك. بساعدها وهي بتعمل. ايه؟ بساعدها وهي بتعمل. برافو عليك. انت قلت لي عندك 10 سنين، انا كنت زيك كده بخش اساعد ماما في المطبخ، بتعرف كده ولا لا؟ والله يعني انا بخش يمكن 7-8 سنين زيك كده، ويمكن اصغر منك شويه، اخش بقى اقعد اساعد واقعد اخد من وراها الاكل واكله واشوف بقى بتعمل ايه عشان اعرف. كنت انا ساعات لما بابا بيعمل بطاطس من غير ما هو يبص بروح اخد البطاطس. تسلق البطاطس؟ خدها عادي يا ابني مش لوحدك، احنا عملناها بس عملناها بطرق ثانيه كتير بقى، كفته ماشي بقى وبطاطس ماشي. طب حلو، بابا بيعمل اكل كويس ولا لا؟ بيخش المطبخ؟ هو ولا ماما؟ يعني الاحسن الاكتر بيعمل اكل، اللي اكتر ماما اللي بتعمل اكل اكتر. طب لكن الاثنين حلوين. انت بتحبه اكتر من ايد ماما ولا بابا؟ انا بهدي النفوس. الاثنين. ايه؟ الاثنين. الاثنين دبلوماسي يا ولد، برافو عليك شاطر.